مسألة ازدراء الأديان وغيرها، أنا برضو كان ليا رأي قبل كده بقول مثلا إنه فكرة إنه أنا ليه ضد الخطابات اللي ممكن حتى بالذات في الإعلام الرسمي، يعني إنه يبقى تعمل قناة مسيحية ترد على القناة الإسلامية في مسألة العقائد وغيره، هنولع البلد ليه؟ يعني أنت إيه قصتك إنك تقعد تطعن في الموروث المسيحي أو الموروث الإسلامي بالشكل العقائدي؟ لكن لو في حاجات تطرق لده زي الفتاوى بتاعت عبد الله رشدي مثلا، او فتاوى احمد كريمه، او فتاوى غليظه من اي حد، هصطدم. لكن فكره ان انا مثلا اخش، يعني مثلا اقول لك على حاجه بس مباشره كده، انا واحد من الناس مثلا بخش مناظرات مع اسلاميين حول حريه الاعتقاد، انا مش هدفي من المناظره بوضوح شديد بقى، يا ريت الناس تركز في الكلمتين دول عشان اعتقد دول مهمين وكاشفين لاي لقاء هطلع فيه مستقبلا. أنا مش هدفي إن أطلع إن الإسلام ضد حرية الاعتقاد. صدقًا مش هدفي. أنا هدفي إن أقر حرية الاعتقاد داخل المجتمع. فعشان كده أنا مش منزلق كتير لفكرة إن أنا واحد يقول لي أصل زي بص في واحد متطرف يقول لك هو ده صحيح الإسلام ولازم نعمله. وفي واحد إسلامي كيوت يقول لك هو ده صحيح الإسلام لأفكار إسلامية حداثية، وفي واحد ملحد اكستريم يرفض اي رؤيه حداثيه في الدين فيقول لك لا انتوا مش فاهمين الاسلام غلط. بمعنى في مساله حريه الاعتقاد، لو حد طلع قال لي الاسلام مع حريه الاعتقاد وجاب لي ايه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، وقال لي الاسلام مع حريه الاعتقاد، هقول له شيك هاند انا وانت متفقين، انا بقول لك ده من منظوري للاعلان العام لحقوق الانسان وانت بتقول لي ده من منظور الاسلام، خلاص شكرا مش محتاجين حاجه نقعد ننظر فيه. انا مش طالع انتهك الاسلام ومش طالع اقول لك ان الاسلام ضد حريه الاعتقاد، انت اللي بتحتج عليا بالنص وبتقول لي انه مفيش حريه اعتقاد فلازم اشتبك مع النص بتاعك. انا كل اللي انا منطلق ليه المجتمع اللي انا عايش فيه، انا مش قضيتي الاسلام ولا المسيحيه ولا الالحاد ولا حتى العلمانيه. يعني طب خليني افهم يا احمد الكلام اللي انت بتقوله، يعني طالما احنا متفقين في الهدف ما يهمنيش انت توصل له ازاي. بالظبط بالظبط. اقنعني يا ماجد، اقنعني يا ماجد ان الشريعه الاسلاميه دي حاجه كويسه تعال نعملها، اقنعني انه ختان الاناث حاجه كويس، اقنعني انه ختان الاناث انا هتكلم على مصلحتي الشخصيه اهو، مش هتكلم على قيم مجتمعيه ولا هتكلم على نصوص فلسفيه ولا حقوق المراه. انا واحد من الناس عايز اتجوز واحده تتبسط معايا وتصل لاشباع، ليه اتجوز واحده مختونه؟ يعني انا ممكن اقعد احب في واحده ونبني قصص حب واحلام وفي الاخر انا مختونه، فهنعيش في حياه سيئه، فهحارب انه الختان ما يتعملش بوضوح شديد. انا واحد من الناس متضرر من الثقافه الدينيه، انا كاحمد سامر انا ما بشتغلش في مجال السياحه، لكن تضررت مدخراتي تضررت بسبب انهيار النقد الاجنبي. مش عايز اخش في تنظير سياسي يعني لسياسات الدوله او سياسات الرئيس، بس في النهايه لو انا عندي تدفق نقدي اجنبي قوي هيغطي التصرفات الماليه او السياسات الماليه والسياسات النقديه السلبيه للدوله المصريه في اخر 4 سنين. فليه ما عندناش تدفق نقدي اجنبي قوي من السياحه؟ لان احنا عندنا مجتمع مغلف بغلظه دينيه وبرجعيه دينيه تقود ازدهار صناعه السياحه، وبالتالي تقود ازدهار النقد الاجنبي، وبالتالي الفلوس اللي في جيبي قيمتها الشرائيه او قوتها الشرائيه بتقل. فانا متضرر منك فلازم اواجهك، سواء الضرر اللي انت بتقدمه لي ده مرجعيته النصيه دينيه او دنيويه هشترك معاها. طب ما انا عندي مشاكل مع الجماعه الاشتراكيين او الشيوعيين لانه اقتصاد السوق الحر بيصب على الاقتصاد المصري ويصب عليا بشكل مباشر بوضوح شديد، فرص العمل بتزيد، ليه النهارده احنا عندنا نوع من انواع الاستعباد في سوق العمل؟ لان القطاع الخاص ما بيعيش باريحيه، وبالتالي القيود اللي موجودة على القطاع الخاص بتخلي صاحب المال أو صاحب المنشأة أو الهيد بيتحكم في الموظفين، لأن أنت عارف أنه القطاع الخاص ضيق وبينكمش والاستثمارات بتطلع بره البلد بسبب أفكارك الشمولية وبسبب تدخل الدولة في الاقتصاد وبسبب سيطرة بعض المؤسسات على الاقتصاد، وبالتالي أنت متضرر من السياسات دي. هل لما أنا أجي أنتقد ده هتقولي من حقك يا أحمد يا سامر تنتقد الرؤية أو الفلسفة الماركسية أو الفلسفة الشمولية أو فلسفات توماس هوبز السلطوية اللي بتقدس الدولة أو فلسفة هيجل اللي بتجعل من الدولة الحق المطلق؟ فتمام يا أحمد يا سامر براحتك، لكن لما أجي أنتقد
امرت ان اقاتل الناس، تقول لي لا اقف ده حديث النبي. حبيبي انا ماليش دعوه ده حديث النبي ولا حديث كارل ماركس، انا ليا دعوه تاثير ده ايه على حياتي، تاثير ده على رقبتي، تاثير ده ايه على جيبي، تاثير ده على حريتي، تاثير ده ايه على كرامتي الانسانيه. ايا كان النص، لو جبت لي نص لجون لوك هيضايقني او ينتقص مني، هتزعل انت وجون لوك. الموضوع بسيط.